نرجع بقى للصفحات ونبتدي بصفحة جماهير الأهلي. جاهزين يا جماعة معايا ولا؟ يلا صفحة جماهير أو هي صفحة اسمها الأهلي، هي صفحة جماهيرية مهمة جدا من ضمن الصفحات، ودي فقرة بالمناسبة يا جماعة أساسية معانا، نحاول نتواصل مع الناس بشكل كبير جدا، لأن الناس دول هدفهم دايما إن هم يكونوا في ظهر النادي. بيتكلموا عن مين؟ بيتكلموا عن محمد الشناوي، وده تحديدا بعد الأداء الثابت لمحمد الشناوي حتى بعد فترة التوقف الكبيرة. الراجل بيلعب المباريات الودية بشكل ممتاز، الأشواط اللي لعبها في الماتشين وأدى بشكل جيد. هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا ثبات في المستوى، ثبات انفعالي عالي جدا، مش من فراغ بقيت احسن حارس في مصر وحارس منتخب مصر الاول. انا عايز ازود عليها حته، معلش، هو حارس افريقيا الاول دلوقتي محمد الشناوي، ومش مبالغه والله. في الحقيقه محمد الشناوي بيقدم مستويات رائعه جدا جدا جدا، ما قبل التوقف وما بعد التوقف، وباذن الله الاهم ان هو يثبت على المستوى ده خلال المراحل الحاسمه في البطولات المختلفه سواء محليا او افريقيا، وده اللي احنا مستنيينه باذن الله محمد الشناوي كل زمايله في الفريق. طيب تعالوا نروح لصفحه الاهلي ايضا، وهي صفحه جماهيريه نفس الصفحه، وتتكلم على ياسر ابراهيم. والكل امبارح زعل شويه لما ياسر اتصاب، هو الراجل وقع كده غلط شويه، فرجله الكاحل بتاع رجله اتلوى، وهو كان ترند امبارح بالمناسبه ياسر ابراهيم، عشان كده احنا كمان بنتكلم عنه. وبيقولوا ان الاشعه بتثبت غياب ياسر ابراهيم اسبوعين عن الملاعب بعد الالتواء الشديد في الكاحل، ان شاء الله اسبوعين ويرجع لنا ياسر، ومن الركائز الاساسيه جدا في خط دفاع النادي الاهلي. وفي الحقيقه انا عاجبني ياسر في حته ايه؟ ان هو في بدايه مشواره مع النادي الاهلي لعب كده، لو تفتكروا مباراه السوبر كسبنا فيها الزمالك 3-2 وكان ممتاز، وبعد كده غاب فتره وبعد، ومستر فايلر ما كانش بيعتمد عليه. اللاعب عمل ايه؟ سكت، ما اتكلمش، ما قالش اي حاجه، انا ما بلعبش. لا، هو شاف ايه النواقص اللي عنده، عالجها، اشتغل عليها، بقى اساسي في تشكيل النادي الاهلي. ان شاء الله بعد الاصابه يرجع لنا ويكون عنصر قوي جدا في تشكيل الفريق. طيب تعالوا بقى نروح لواحد تاني من خلال صفحه الاهلي اليوم، وهي احد الصفحات الجماهيريه الكبيره جدا والمهمه قوي قوي قوي، واللي بيتكلموا فيها على ان وليد سليمان العمر مجرد رقم، ودي حقيقه. الراجل بصراحه ما شاء الله، هو دلوقتي 35 سنه، وليد سليمان بيلعب كأنه نمسك الخشب، ما فيش هنا خشب مش عارف ولا فيه، لكن في كل الاحوال يعني الراجل بيلعب كأنه عنده 25 سنه، 20 سنه كمان. ربنا يحميه ويوفقه دايما خلال الفتره اللي جايه، وفعلا العمر مجرد رقم. طبعا انت مهتم بنفسك، مهتم بتدريباتك وبلياقتك البدنيه، فاكيد هتأدي في الملعب بشكل كويس، زي ما وليد سليمان هو مثال لكل اللعيبه المصريين بشكل كامل، وده واضح جدا من خلال ادائه حتى في المباراه اللي قدام امبارح. الراجل بينزل سخن على طول، خطف جون بعد دقيقه ونص بشكل ممتاز، وداخل بكل قلب وروح عاليه قوي اللي بيلعب بيها وليد سليمان، وهي روح الفانيلا الحمراء. طيب لسه مع الاهلي اليوم، واللعيب اللي بيتكلموا عنه ده لعيب مهم قوي، احمد الشيخ. بيقول لك ايه في الاهلي اليوم؟ بيقول لك احد اكبر مكاسب وديتي سموحه والجونه بلا منازع، استمر يا شيخ. بصراحه كلنا بالنادي احمد الشيخ وبنقول له استمر، وتسريحه شعره الجديده دي اللي هي الطبيعيه بتاعته، مفيش بقى سشوار ولا في اي حاجه، تحس ان هو ايه لايقه عليه، وتحس ان هي جايبه معاه الاداء اللي احنا منتظرينه. الراجل لعب مباراه سموحه ومباراه الجونه، خف مفيش بعد كده، مهاره مفيش بعد كده، بيعدي بشكل ممتاز من اللاعبين، من لاعبي الفريق المنافس، وهو فعلا احد المكاسب خلال الفتره الحاليه. الشيخ مقيد افريقيا ومحليا طبعا، ان شاء الله باذن الله يكون بيستمر على هذا الاداء، لانه بصراحه من اهم اللاعبين في مصر، ومش ببالغ، لانه عنده مهارات عاليه قوي قلما تجدها خلال الفتره الحاليه من مواهب في الكره المصريه. ان شاء الله يكون مستمر على راي كده صفحه الاهلي اليوم. تعالوا نروح لصفحه ماجيكانو، وصفحه ماجيكانو بتتكلم على ايه؟ لعيب تاني مهم. هو في الحقيقه بصراحه عشان ابقى برضه صريح معاك، هو كل لعيبه الاهلي مهمه، لان احنا عندنا قايمه بصراحه تقيله قوي قوي قوي، تقدر ان هي تجيب اي بطوله تشارك فيها باذن الله. لكن اللعيب نتكلم عنه ده، او اللي بيتكلموا عنه تحديدا صفحه ماجيكانو، هو اليو باجي. واليو باجي يعني في كلام كتير قوي عليه خلال الفتره اللي فاتت، رغم ان الراجل ما لحقش يلعب. تمام، احنا رتمنا سريع شويه عشان احنا دايما عايزين نلم كل الامور اللي بتتعلق بالسوشيال ميديا واخر اخبار الاهلي على السوشيال ميديا، لكن نكمل كلامنا. وبالتحديد صفحه ماجيكانو قالت ايه؟ اخيرا المكنه طلعت قماش. ده بعد ايه؟ بعد الجون اللي جابه امبارح اليو باجي، الجون الخامس والاخير في مباراه الجونه بالامس، ولعيب ادى اداء مميز في هذه المباراه، بجانب طبعا محمد مجدي قفشه بالمناسبه جاب جونين وعمل اسيست الهدف بتاع اليو باجي. انا بس يعني بحاول اطالب جمهور النادي الاهلي، وهم اكيد عندهم قدر كافي من الوعي، يعني الناس واعيه جدا وعارفين مصلحه الفريق في ايه، مش عايزين نستعجل على اليو باجي. ليه؟
لان في قناعه تامه جدا باللاعب من قبل مستر فايلر، الراجل مقتنع بيه قوي، ولو ما كانش كده ما كانش طلب ان هو يتعاقد معاه، الطلب كان من مستر ريني فايلر هو اللي طلب ان هو يتعاقد معاه، لكن هو محتاج وقت، الاجواء بتبقى مختلفه، الانسجام بياخد وقت، طبعا التدريبات خلال الفتره الحاليه هتخليه ينسجم بشكل كبير جدا، نلاقيه على الماتشات الرسميه محليا وافريقيا بيأدي بالاداء الجيد واللي يكون اضافه فيه للنادي الاهلي ويقدر يحقق النتائج والاهداف المرجوه من خلال اليو بادجي. نتمنى له يا رب كل التوفيق، مش عايزين بس نضغط عليه عشان نلاقي النتيجه اللي احنا مستنيينها من اللاعب. طيب خلينا نروح لصفحه استاد الاهلي وهي صفحه جماهيريه اخرى وبتتكلم على واحد من اهم اللاعبين زي ما هم بيقولوا كده، فعلا هو من اهم لاعبي مصر مش النادي الاهلي دلوقتي، وهو عمرو سولية، اهم اللعيبه اللي موجوده في تشكيله فايلر، دي حقيقه، دي حقيقه، واعتقد وانا واثق مليون في الميه ان هيكون من اهم اللعيبه اللي هتكون متواجده في تشكيله الكابتن حسام البدري في منتخب مصر. لان خليني اقول لحضراتكم كده بصراحه من الاخر، الكابتن حسام البدري عنده عمرو سولية ده اهم لعيب، وانا ده من خلال تواصل معاه مباشره، هو مقتنع جدا بعمر، طالما عمر في الملعب وفي مستواه هتلاقي عمر في المنتخب اساسي، وبعد كده تحط بقيه التشكيل، طبعا مع محمد صلاح هو الاساسي بتاع الكل يعني، لكن في كل الاحوال هو فعلا عمرو سولية لعيب مهم جدا وبيأدي باداء ومستويات مميزه مع النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت كلها، وان شاء الله يستمر على هذا المنوال خلال الفتره اللي جايه.